أظن أنها تعمل. مرحباً أبي، انظر. أهلاً منصور، ما هذا؟ وجدت لنانو طريقة تجعله يستطيع رمي كرة التنس. هذا الجهاز سيركب على نانو، وبعد ذلك نانو سيرمي الكرات وأنا سوف. منصور، على والدك الذهاب إلى المطار، توقف وإلا فسيتأخر. ما هو شعورك يا نانو؟ متحمس. أبي انظر، لقد وصلت الجهاز إلى نانو، نجحت. هذا ممتاز يا منصور. سأذهب الآن لأجربه في الحديقة. هيا يا أبي تعال معي. منصور، ماذا قلت لك؟ إن أبي سيتأخر إن استمررت بالكلام. إذن دعه يذهب، عندما يعود ستريه نانو. لن تطير الطائرة وحدها إلى أستراليا. فعليا عندما أشغل الطيار الآلي الطائرة تطير. لا أقصد، لا، الطائرة لا تطير وحدها. أوه، هل أنهيته؟ أجل، في الواقع كنت أجربه الآن. منصور، مستعد؟ مستعد. جيد. هيا. رائع. كدت تصيبنا. أبي تعال وانظر، تعال انظر. لحظة. الآن نحن في أمان. هيا. ممتاز يا بني. منصور، ماذا قلت لك؟ يا خالد، ستتأخر، يجب أن تذهب الآن. إلى اللقاء يا شباب، أراكم بعد 3 أيام. آسف أمي. لا بأس، ادخلوا الآن، سأحضر العصير. أوه لا، حقيبة والدك. يبدو أنك في ورطة يا منصور. لو لم تشغل والدك واستمررت بالكلام ما كان لينسى الحقيبة. لا تقلقي يا أمي، أنا سأحل المشكلة. بالتأكيد لم يصل بعد، سأتصل به ليعود ويأخذ الحقيبة. ها؟ أوه لا أصدق. الآن تورطت فعلاً. كل أغراض والدك في الحقيبة، جوازه، محفظته، وهاتفه. ماذا سنفعل الآن؟ يجب أن أعطيه الحقيبة. هيا. اقتربي أمي، اقتربي.
وجدتها! البوابة رقم 78! لكن هذه البوابة بعيدة جداً! تحركوا هيا بسرعة! لا أستطيع! لا أستطيع! هذا يكفي! تعبت! لا يا عبيد! تعال! اركب هنا! ماذا؟ اركب الآن يا عبيد! ونحن سنساعدك! أمن المطار، الحارس رقم 1 يتكلم. هناك أولاد يلعبون على العربة. أكرر، هناك أولاد يلعبون على العربة. سأوقفهم الآن. توقفوا. يجب أن نوصل الحقيبة إلى أبي الآن، فلنسرع هيا! آسفون، لا نستطيع أن نفسر لك الآن. الوضع طارئ. رجل الأمن ما زال يطاردنا. المدرج. أتأكد من القصة. أمن المطار أوقفت الأولاد الثلاثة. اثنان منهم نحيفان وواحد سمين. كنا قريبين جدا من. لدي فكرة. نانو، ارمي هذه الكرة. أين أرميها؟ إلى أبي. لكن ربما يتأذى. لا تقلق يا نانو، ارميها هيا. مرحبا جميعا. نسيت حقيبتي. ما هذا؟ أبي، انظر. أبي، أبي. توقفوا. شكراً لكم. ماذا يحدث هنا؟ لا يحدث أي شيء. انشغلت في المنزل قبل أن أخرج ونسيت الحقيبة، لكن تعاون ابني مع أصدقائه وأوصلوها في الوقت المناسب. شكراً لك يا صديقي، من دونك لوقعت في مشكلة. أكيد أكيد. طبعاً طبعاً، يشرفني أن أساعدكم. ضربة ممتازة يا منصور. منصور! منصور!
أبرا كدبرا. ما بك يا عبيد؟ السحر شيء مخيف. هذا ليس حقيقيا يا ذكي. ما رأيكم لو يلبسها؟ والآن سأقدم إليكم عرضي الأخير، من ولد إلى أرنب. أريد ثلاثة متطوعين. أنا. هيا يا عبيد. أنت ستبقى معي، وأنتم يمكنكم أن تروا داخل الصندوق وتتأكدوا من أنه فارغ تماماً. إنه فارغ، لا يوجد شيء. شكراً لكم. والآن لو سمحتم عودوا إلى أماكنكم. هل تدخل في الصندوق لو سمحت وتجلس؟ أبراكادابرا. ممتاز، كنت رائعا. نعم، اختفيت بطريقة محترفة. أنا لم أفعل شيئا، لكن مهلا، لم أتوقع أن أراك هنا جدي. أحب المساعدة في النشاطات المدرسية، وهذا الساحر صديق قديم. يجب أن أعود إلى فوق. تستطيع استخدام الباب السري؟ أكيد. والآن سأدع الصندوق والأرنب يختفيان. هيا ارجع الآن. منصور، منصور، أمسك به، أمسك به، هيا. أين منصور؟ أظنه ينتظرنا هناك عند المدخل. أمسكت بك. ها؟ كل شيء بخير يا صديقي. لماذا؟ أرنوب، بالتأكيد كنت تلاعبهم. علينا ترتيب المكان قبل أن نذهب. لا تقلق يا صديقي، أنا ومنصور سنرتب المكان، اذهب الآن. شكرا لمساعدتكم، ما كنا سننجح في العرض لولا مساعدتكم. أراك قريبا يا صديقي. هل رأى أحد منكم منصور؟ مرحباً شما. أهلاً بكم، أين منصور؟ لا نعرف، لقد اختفى بعد أن حوله الساحر إلى أرنب. ربما نسي الساحر أن يعيد منصور مجدداً. الآن اعذروني، يجب أن أذهب، أراكم لاحقاً. سالم، هل هان عرفت؟ وجدتها، منصور تحول فعلاً إلى أرنب. لا أظن يا عبيد، الساحر لم يحول منصور حقاً. انظر. كان العرض ممتازاً. هل تتذكر عندما لعبت دور الساحر الشرير وأنت كنت مساعد المخيف؟ الآن صدقتني يا سالم؟ انظر، الساحر ومساعده يفتخران بما فعله لمنصور. انظر، هذا منصور. ماذا؟ أين؟ هناك، في القفص الصغير. ما هذه السخافة؟ الساحر يقوم بقطفه. لا. واعدوا إلي الأرنب، فلنمسك به أحد. أه؟ أصدقائي
أصدقاؤك، أصدقاؤك أخذوا أرنبي، سرقوه. ماذا؟ لا مستحيل، عبيد وسالم لا يأخذون ما ليس لهم. صدقني، ولكني رأيتهم. هيا ساعدني لأسترجع أرنبي. هذا أرنبي العزيز. أكيد، لا تقلق. اذهب وأحضر. ماذا فعلت يا عبيد؟ أنت فعلاً صدقت أن الأرنب هو منصور؟ أجل، أنا متأكد من أنه منصور. انظر. إن هاتفه مغلق، لكن نانو قد يساعدنا. مرحباً منصور. مرحباً نانو. تستطيع الذهاب إلى منزل عبيد وسالم وترى إن كانوا هناك؟ أكيد. نانو هو مساعد الشخصي، إنه جهاز آلي يستطيع الطيران. الناس يعتبرون أن خدع السحر عبقرية، لكن أنت بعبقريتك قد اخترعت جهازاً آلياً يستطيع الطيران. عبيد، يجب أن نعيد الأرنب إلى المدرسة. لا، يجب أن نعيد منصور إلى ولد مجدداً. ماذا؟ منصور! 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 لماذا لا يتحول؟ لا أعرف. يجب أن نذهب إلى الساحر ونطلب منه أن يعيد لنا منصور. منصور، سالم ليس في المنزل. شكراً نانو. تستطيع الذهاب إلى منزل عبيد؟ أكيد. مرحباً شمة، رأيت عبيد وسالم؟ أخذوا أرنب الساحر وهربوا. ماذا؟ أوه، الآن تذكرت. عندما خرجوا من المدرسة أخبروني عن تلك الخدعة، وقد كنت أمازحهم وقلت لهم ربما الساحر حولك إلى أرنب، لكن يبدو أن عبيد قد صدقني. لا، أكيد لم يصدق أنني حولتك إلى أرنب. عبيد يصدق هذه الأشياء. منصور، ليس في منزل عبيد. شكراً نانو. حسناً، عد إلى المنزل. أنت! أها، وجدت أرنوب؟ اسمه منصور وليس أرنوب. أين الساحر؟ يجب أن نراه ونطلب منه أن يعيد تحويل الأرنب إلى منصور. ها، مرحباً، انتهى العرض؟ أنا مع الذين أخذوا أرنوب، أقصد منصور، ويطلبون أن تعيد منصور إلى ولد. ها، فكرة جيدة. ها، لقد وافق الساحر، سيلاقينا في منزل منصور. لو سمحت، أعد إلينا منصور مجدداً. أصبح لا يتكلم معنا منذ أن حولته إلى أرنب. أبراك هزبرا! منصور، لقد عدت! مرحباً عبيد. كيف كان إحساسك وأنت أرنب؟ بصراحة كان ممتعاً، لكنني أفضل أن أكون ولداً. أرجوك لا تحول منصور مجدداً، يكفي. وإذا حولته إلى هذا؟ لا، هذا يكفي، أعده قبل أن يذوب. أعد! أبراكادابرا! كل هذه خدع يا عبيد. أنا لم أتحول إلى أرنب حقاً ولا إلى شيء آخر. خذ. أنا أعتذر على الإزعاج الذي سببته لكم. لا، على العكس، لقد استمتعنا. ستكون هذه من قصصنا المفضلة. عبيد، انظر، هذا منصور. غير مضحك. تعال يا منصور، هيا، تعال يا منصور، تعال. منصور!
حديقة الحيوانات، هل اقتربنا منها؟ اقتربنا يا عبيد، لا تقلق، أنا أستخدم جهاز الملاحة الجديد. منصور، لقد افتتحوا قسم زواحف جديداً ويقولون إن عندهم أفعى ضخمة هناك. أعرف، أنا متحمس جداً. انعطف يميناً بعد 50 متراً. هناك شيء خاطئ. هيا هيا منصور، انظر إلى السماء. ما هذا؟ لا، ما هذا؟ أين نحن؟ أين المدينة؟ ماذا يعني هذا؟ نحتاج إلى جهاز ملاحة جديد. الزجاج الأمامي يحتاج إلى تنظيف. تفكير سليم يا منصور، هيا بنا. هذه الأفعى لا تستسلم وسوف تقضي علينا. جدي أسرع. تمسكوا، المكان وعر. عبيد، تأكد أنك تضع حزام الأمان. والآن ماذا؟ نحن نطير؟ من المستحيل تصديق هذا الشيء، انظروا. بصراحة أنا لم أحب حديقة الحيوانات الجديدة، تفاعلية أكثر من اللازم. لا أظن أنها حديقة حيوانات. سالم، انظر. شباب، من تتوقعون سيكون الوجبة الرئيسية؟ الأفعى أم نحن؟ صادقة على البوق. لحظة، وماذا لو أوقعنا؟ أوه، صحيح. نحن بأمان حالياً. هناك أمر لا يعجبني، البيضة هناك تتحرك. يوجد شيء داخلها. هذا واضح جداً يا عبيد، بالتأكيد سيكون فيها طائر. الطيور الصغيرة تكون جائعة عندما تفقس، يجب أن نخرج من العش. السيارة ثقيلة، نحن نقع. تمسكوا جيداً يا شباب. جدي، والآن ماذا؟ لنبتعد عن الطائر قدر استطاعتنا وبسرعة، لأنه أكيد سيعود. هذا المكان يبدو قديماً، قديماً جداً. منصور، نحن في أي مدينة؟ أظن أن السؤال الأصح الآن هو نحن في أي زمن؟ ماذا تقصد؟ أظن أننا عبرنا بوابة الزمن. نفد الوقود. ربما لديهم وقود. أتمنى أن يكونوا ألطف من الحيوانات الموجودة هنا. ما هذا؟ عربة حديد من دون أحصنة؟ عجيب. عفوا، نحن ضائعون هنا، كنا نبحث عن حديقة الحيوانات ومن ثم حديقة الحيوانات. وما هي حديقة الحيوانات؟ جدي، أظن أنهم لم يخترعوا بعد حديقة الحيوانات. من أين أنتم؟ إنها قصة طويلة، نحتاج بعض المساعدة. نعم، رشيد الألماعي سيساعدكم. أجل أجل، إنه الرجل الأذكى في المنطقة ورئيس العلماء لدى الوالي نفسه، اتبعوني. لا أعتقد أنه لدي حل آخر. حسناً، أرنا الطريق. أهلاً يا ياسر، كيف لي أن أساعدك؟ عابروا سبيل يحتاجون إلى المساعدة. أنا في وسط تجربة دقيقة في هذه اللحظة، هناك نزل فيه طعام ومسكن، أما الآن فاعذروني. لحظة، ما هذا؟ أنا لا أفهم، من أنتم؟ أنا منصور، ونحن من المستقبل. حسناً إذن، تفضلوا من فضلكم. كان من المفترض أن أعلم بحدوث هذا الأمر، لكنني لم أتوقع أنه سينجح. ماذا تقصد؟ هذا، لقد استغرقني بناؤه 10 سنوات. الزمن يمكننا قياسه، ولكن لا يمكننا تغييره. يجري الزمن نحو المستقبل كما يجري النهر إلى البحر. على خلاف الزمن، يمكننا مع الماء أن نغير مساره أو حتى نضخه إلى الأعلى. كنت أحاول أن أتحكم بالزمن باستخدام هذا الجهاز. مضخة للزمن؟ تماماً، هذا المحرك يسحب المستقبل باتجاه الماضي حتى يلتقياه،
وأنت كنت تعمل على هذا المحرك اليوم؟ أجل، أخشى أنني جلبتكم إلى هنا. لقد وجهت المحرك نحو صحراء خالية لأتجنب هذا الأمر. ولكن في المستقبل البلدة الصغيرة تصبح أكبر، تصبح مدينة. آه بالضبط، لم أضع في الاعتبار توسع البلدة. والآن هل يمكنك إرسالنا إلى المستقبل؟ أخشى أنني لا أستطيع، لقد تعطل المحرك في منتصف التجربة وحتى الآن لم أستطع إصلاحه. أي سنبقى عالقين هنا؟ الدوامة ما زالت موجودة، هل لديك منظار؟ مدينتنا، أستطيع رؤيتها. لقد صنع محركك تلك الدوامة، إنها نافذة إلى المستقبل، علينا أن نعود من خلالها. منصور، الدوامة تصغر. ليس لدينا وقت نضيعه، إذا لم نرجع إلى الدوامة الآن فسنبقى هنا إلى الأبد. المستقبل مكان رائع، هل تتحرك هذه من دون أحصنة؟ صحيح، ولكنها تحتاج إلى الوقود، ولن يخترع إلا بعد 300 سنة. وقود؟ لدينا الكثير من الوقود. شكراً يا ياسر، ولكننا نحتاج إلى نوع آخر من الوقود. أعتقد أننا نستطيع السير حتى الدوامة، صحيح يا منصور؟ لا أظن أن الوقت سيكفي، نحتاج إلى شيء أسرع. طائر العنقاء، انتبهوا. ماذا سنفعل الآن؟ بما أن الطائر العنقاء هو الذي أحضرنا إلى هنا فقد يعيدنا إلى هناك. أعتقد أنه لدي فكرة. مستعدون؟ مستعدون. طائر العنقاء قادم. حظاً موفقاً يا صديقي الشاب. شكراً، كنت أتمنى لو قضينا وقتاً أطول. علينا أن نرضى بالوقت الذي لدينا يا منصور. لا مزيد من التجارب. أمسكت به، هيا بنا. الآن علينا أن نجعل طائر العنقاء يطير نحو الدوامة. نانو، أتعرف ماذا ستفعل؟ أكيد يا منصور. انتظروني بقرب السيارة. حسناً جدي، الساعة ما زالت 11، كأننا لم نذهب إلى مكان. ما زال لدينا وقت للذهاب إلى حديقة الحيوانات. لا مستحيل، لقد شبعت من الأفاعي الضخمة اليوم. ما رأيكم بالمثلجات؟ We'll be right back.
أصدق. متى سألعب مباراة بكرة الجديدة؟ نسخة كأس الأبطال. هاي، انتبه على الكرة. أوه، آسف، لكن إذا كنت خائفاً إلى هذه الدرجة على كرتك الغالية فمن الأفضل ألا نلعب بها. مستحيل، ما هذا الحظ؟ لا تقلق، افتتحت البلدية ملعب كرة قدم في الحديقة، هيا لنذهب إلى هناك. هيا مرر، هيا مرر الكرة. أوه، هذا ليس عدلاً. غير معقول ما يحدث. إنهم هنا أيضاً. حتى هنا؟ لا أستطيع أن أصدق ما يحدث. يجب أن يكون هناك ملعب آخر لنلعب فيه. هناك! وأخيراً! مرر لي! عبيد! غير موقعك! غطي الزاوية التي هناك! استعد للركلة الملتفة! أفعل ماذا أو ماذا؟ رأيت؟ لقد سجلوا هدفاً. هذه غلطتك أنت، لأن أوامرك كانت كثيرة. فلنبدل مراكزنا إذن. مستعدون؟ مستعدون. اركض يا عبيد. رائع يا عبيد. فاول! ركلة جزاء. آسف، توترت. اسمع، كل ما تحتاج فعله هو... هذا يكفي الآن، لا أحتاج إلى نصائحك، أعرف ماذا سأفعل. لا، كرتي. لا، أنا آسف. تسديدة جيدة يا عبيد. هذه حديقة أم غابة؟ أين هي كرتي؟ نحن نحتاج إلى ساعات كي نجدها. حسناً، ابدأ البحث. هيا ابدأ البحث الآن. لا أستطيع أن أبحث عنها في الحديقة من دون أن أستأذن مالك المنزل. المنزل ليس له مالك. واضح أنه مهجور. أنا وسالم سنتأكد أنه لا يوجد أحد في الداخل. فكرة ممتازة. حسناً، ادخل الحديقة وانظر إذا كنت تستطيع أن ترى الكرة. ما زلت لا أستطيع، لا أستطيع رؤية. أنت بخير؟ أجل، هذا العشب خفف من حدة سقوطي. إذن، بما أنك هناك، ابحث عن كرتي. حسناً إذن. وجدت شيئاً. ما هو؟ هذا. حقاً؟ استمر في البحث لو سمحت. أنا واثق أنه ما من أحد يعيش هنا، من الأفضل أن نتأكد. انظر. ستكونون وجبتي اللذيذة هذه الليلة. ما هذا الذي رأيناه؟ لا أعرف، لكن يجب أن نخبر عبيد وتركي لكي ينزلوا عن السور. تركي! أين عبيد؟ يبحث عن كرتي. يجب أن نخرجه، المنزل ليس مهجوراً. حقاً؟ رأينا أحداً ما يدخل إلى هناك. أجل، أحد مخيف. يا عبيد، يا عبيد. أنا لم أجد كرتك بعد، لكنني وجدت هذا. حسناً، اختفى مجدداً. ماذا سنفعل الآن؟ أنا وسالم سندق جرس الباب. سنذهب؟ بهذه الطريقة نشتت انتباه الموجودين في المنزل. وماذا تريد مني أن أفعل؟ أن تخرج عبيد من الحديقة طبعاً. حسناً، سندق جرس الباب ونشرح لمالك المنزل أن كرتنا وقعت هنا عن طريق الخطأ. مستعد؟ ليس فعلاً. انظر. أمي دويس، مستحيل، غير معقول. من هنا؟ فلنذهب من هنا.
يا عبيد؟ أظن أنني وجدتها. أين عبيد؟ ما زال في الحديقة ولا أستطيع أن ألفت انتباهه. يجب أن نخرج من هنا. لماذا؟ هذا المكان خطير. هذا منزل أم دويس. ها؟ من هذا؟ ها؟ إنها امرأة شريرة تغوي الناس برائحة الطعام وبعد ذلك تصطادهم وتأكلهم. عبيد! عفواً، أنا لا أستطيع سماعكم. أنت فقط تعال إلى هنا. لكنني لم أجد بعد كرة تركي. لا تقلق بشأن كرتي. في البداية طلبت مني أن أبحث عنها، والآن تريد مني أن أنسى الموضوع. هل يمكنك أن تقرر؟ أنت فقط تعال. حسناً حسناً، هدئ من روعك أنت أيضاً. رائحة شهية، طعام لذيذ. عبيد لا. ما هو الطعام؟ لقد اصطادت عبيد. ماذا سنفعل الآن؟ يجب أن ننقذه. أوه لا، هذا لا يبدو جيدا. لحظة، عندي فكرة. عبيد، أنت بخير؟ أجل، ولم لا أكون بخير؟ سمعنا شيئا تحطم. كسرت كوبا. وأنتم ماذا تلبسون؟ إنها للحماية. حماية من ماذا؟ حماية من تلك. أنا سأكلكم، سأكلكم، سأكلكم كلكم مع فنجان القهوة. مرحباً، تريدون بعضاً من التمر؟ قطفتها للتو من النخلة. شكراً. كنت خارج البلاد لبضع سنوات، وصديقكم عرض علي أن يساعدني في ترتيب الحديقة. وفي المقابل آكل من ذلك المكبوس اللذيذ. هؤلاء أصدقائي، منصور وتركي وسالم، وهذه صديقتي الجديدة أم درويش. أجل، لكن على اللوحة مكتوب أم دويس. لا، كتب أم درويش، لكن الظاهر أن الغبار جعل الاسم يبدو كأنه أم دويس. لماذا لا نتعاون ونرتب الحديقة وبعد ذلك نأكل كلنا من المكبوس؟ أنتم يا شباب، الحديقة أصبحت جميلة، والآن فلندخل ونتناول العشاء. تفضلوا يا شباب، وشكراً على المساعدة. بالتأكيد أنت سعيد الآن لأنني ركلت الكرة فوق السور. عجيب.
أهلا بكم في اسكتلندا، بلد وحش اللوكنس. قلت وحشا؟ أجل صحيح، إنه يعيش في البحيرة القريبة من هنا. هل ما يقوله صحيحا؟ لست متأكدا. نانو، أخبرنا عن وحش اللوكنس. وحش اللوكنس يعتبر كائنا بحريا يعود إلى ما قبل التاريخ، وهو يعيش هنا. نعم، إنه هو. لا تخف يا عبيد يا بني، إنها مجرد أسطورة. والآن هل ترغبون بالذهاب إلى الصيد؟ طبعا، أكيد. هو أنا أيضا، هيا فلنذهب لنصطاد في بحيرة الوحش. أنا أعتقد أنني سأبقى هنا، هنا المكان آمن. حسنا، تفضل، يمكنك مشاهدة الوحش بهذا، وفي حال حدوث أي مشاكل انفخ في هذا البوق. شكرا. أما أنتم الثلاثة فاتبعوني. نراك لاحقا يا عبيد. استرخي يا سالم، لا يوجد وحش هنا. أنا مسترخٍ، صدقني مسترخٍ، ما من شيء يوترني أساساً. ساعدوني، أنا هنا، أنا عالق. نجد شيئا لنصطاده في هذه البحيرة. هناك شيء ما. لا تذهب، لا تذهب، ابقى هنا. ما بك يا سالم؟ مستحيل! أرجوكم، فلنذهب من هنا. رأينا! ماذا؟ هل انتهيتم؟ كبير. على مهل، على مهل، واحد تلو الآخر. منصور، رأينا وحش اللوكنس. وأنا أيضا رأيته. هل أوضح لكم؟ انظروا. أرجو ألا تكون خدعتي قد أزعجتكم، إنها فقط لإضافة جو من المراحل للسياح، لقد صنعتها بنفسي. أنت خدعتنا بالفعل. أساساً كنت أعرف أن هذا ليس حقيقياً.
لكن أنا قد رأيت الوحش الحقيقي. لا يا عبيد، هذه مجرد خدعة. أنا لا أتكلم عن الوحش المزيف الموجود هنا، أنا أتكلم عن الوحش الحقيقي الموجود هناك. هذه الشجرة يا عبيد. أجل، الوحش الحقيقي كان بقربها. وكيف كان شكله؟ في الواقع كان لطيفاً. هذا خبر جيد، إذن سوف تذهب للاصطياد معنا. أنا ليس عندي مانع أبداً. لا أحد يعرف، ربما أجد وحشك وأصطاده يا عبيد. أنت تحتاج إلى صنارة أكبر من هذه. عبيد، يمكنك رؤيته؟ لا، ليس الآن. لأن هذا ليس حقيقياً. لا، حقيقي. الآن سأثبت لكم، انظروا. لدي شعور سيء حيال هذا الأمر. نانو، امسح البحيرة وأخبرنا ما هو هذا الشيء الذي يقترب. حاضر منصور. جذع شجرة. هذا هو وحشك يا عبيد؟ جذع شجرة؟ لا، هذا وحشي. ارجعوا إلى الوراء، قد يكون خطيرا. أحسن، أو ربما لا. ما الذي يحصل؟ نانو، ما هذا بالتحديد؟ لا تخف، لا تخف أبداً، هذا نانو. فصيلة مجهولة، لا يمكن تحديدها، غير موجودة في قاعدة بياناتي. شكراً نانو. أنت تقصد أن هذا الشيء هو وحش اللوكنس الحقيقي؟ أجل، وأنا الذي وجدته. كان هذا رائعاً. يبدو أنه مضحك جداً. كان هذا رائعاً. سلامة وشكرا جزيلا. صدقتموني الآن؟ قلت لكم رأيت الوحش. أكيد يا عبيد، أكيد. ولكن ماذا؟ لن تصدقوا ماذا حدث هنا. وأنتم لن تصدقوا ماذا حدث هناك. استطعتم شيئاً؟ نوعاً ما. حسناً حسناً، ستخبروننا عندما تصبحون جاهزين. نحن آسفون أننا شككنا بك يا عبيد. لا لا لا، لا بأس، نحن نصدقك يا عبيد. لكن من سيصدقنا؟ أنا شخصياً لست متأكداً إذا كنت أصدق. منصور!
حديقة كرينسي سيبلات، واحدة من أكبر الحدائق في أندونيسيا. كانت في السابق موطناً لوحيد القرن السومطري، ولكن للأسف لقد انقرضت هذه الفصيلة، ولكن لا زالت الحديقة تحتضن التبير ودب الشمس والفهد المرقط ومئات الأنواع من الطيور وسبع فصائل من الثدييات الرئيسية. وكذلك توجد في الأدغال مجموعة كبيرة من أشرس الحيوانات في آسيا، كالفيل السومطري القوي والنمر السومطري. ولكن يقال إن هناك مخلوقاً في الأدغال أقوى بكثير من الفيل وأشرس من النمر. هذا الوحش يعرف ب أورانج بندك، وتعني بالأندونيسية الشخص القصير. ولكن لا تنخدعوا بهذا المعنى، فكل من شاهده لم ينجو ليخبرنا عما حصل به. لا داعي للخوف أبداً، هذه مجرد خرافة. هل رأيت هذا؟ بلبل كريمي مخطط. منصور، انظر إلى هذه الحركة. تركي، حاول أن تفعل هذه الحركة. حسناً، انظر إلى مهارتي الآن. هيا يا شباب، يجب أن نلحق بالآخرين. أين ذهب الآخرون؟ ربما هاجمهم النمر. ربما هاجمهم الأورانج باندك. لا النمر هاجمهم ولا الأورانج باندك. على أي حال، هذه مجرد خرافة. نحن بالتأكيد مشينا في الطريق الخطأ. أنا لن أعود إلى هناك. اسمعوني، ما من طريق أمامنا، يجب أن نعود. نستطيع الجلوس هنا، المكان جميل جدا. تتكلمون بجدية؟ ما زلتم تريدون الجلوس هنا؟ إذا عدنا إلى هناك سنصبح وجبة للنمر. وجبة للأورانج باندك. لحظة، أعتقد أنني رأيت شيئا. منصور، ربما أمسك به الأورانج باندك. لا تكن سخيفا، هذا ليس وقت هذا الكلام. واو، رائع. هذا معقول؟ معبد مهجور؟ عجيب. هو مليء بال ذهب. المعابد المهجورة دائما مليئة بالذهب. كنت سأقول أفاعي، هيا لنعود. مستحيل، يجب أن نستكشف هذا المكان. وأيضا سنبحث عن الذهب. ما نوع هذا القرد؟ شمبانزي أو قد يكون غوريلا؟ الغوريلا والشمبانزي غير موجودين في إندونيسيا، فقط الأورانغوتان. أيًا يكون، لكن يبدو حقيقياً. حسناً، لماذا لونه مختلف؟ هل رأيتم ماذا فعل؟ ماذا؟ التمثال غمازني. ماذا تقول يا عبيد؟ لحظة، هذا ليس تمثالاً. إذن ما هذا؟ الأورانج باندك. اركضوا. Ah! 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 Ah
الآن ماذا سنفعل؟ دعونا ننتظر هنا، ربما يمل أو يجوع. لا 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 تجع، أرجوك أرجوك لا تجع. لا أحد منكم يتحرك. أبو قرن؟ ولكن ما الذي حدث؟ تم إنقاذنا. سالم، يمكنك أن تتوقف عن البكاء الآن. هيا، لقد أنقذنا، فلنتبعه الآن. أكثر واحد يعرف مكان المانجا اللذيذ هو أورانج باندا. هو مختلف تماماً عن الأسطورة. سنصبح مشهورين لأننا وجدناه. أكيد، وسنظهر في التلفزيون أيضاً. عبيد وصديقه الصادوق أيضاً الأورانج باندا. لا يا صديقي، العنوان سيكون تركي ومعبد الأورانج باندك المهجور. لحظة لحظة لحظة، ماذا عني أنا؟ ما رأيكم في سالم ينقذ الموقف؟ أجل أجل، لكن لم تقل لنا ماذا أنقذت بالتحديد. شباب، نحن يجب أن نجد المجموعة. عجيب، هذا المكان مرتفع جداً. هل تصدقون؟ هذا المنظر سأضعه بالتأكيد في فيلمي. هذا مذهل. هذا هو طريق العودة، هيا بنا. منصور، الحمد لله أنك بخير. أبي، نعم الحمد لله. كيف وجدتم طريق العودة؟ هذه قصة طويلة وغريبة، لن تصدقها. لقد تبعنا مغيب الشمس. لا، لم نفعل. سالم، لقد تبعنا مغيب الشمس. صحيح. على أي حال، بالتأكيد أنتم جائعون، هيا فلنذهب. لماذا لم تخبر والدك عن الأورانج باندك؟ سنصبح مشاهير ويصورون لنا فيلماً. إذا قلنا لهم ما رأيناه، ستأتي الناس إلى الأدغال، والكل سيبحث عن الأورانج باندك، وربما بعدها يضعونه في حديقة الحيوانات. لذا الأفضل أن يبقى الموضوع سراً بيننا. صحيح، أنت محق يا منصور. صحيح صحيح.
واو! ممتاز! أنهينا غسل سيارة جدي. عبيد، رأسك مغطى بالصابون، يجب أن نغسلك أيضاً. لا لا لا. ها؟ من يريد العصير؟ إذن يا سالم، هل غسلت الصابون عن وجهك؟ هيا اقتربوا يا شباب. السيارة نظيفة جداً. بصراحة عمل ممتاز. كعربون شكر على مجهودكم، سأدفع رسوم المشاركة لسباق القمة. شكرا يا جدي، لكن نحن لا نعرف شيئا عن هذا السباق. المعلومات التي تريدونها متوفرة هنا، انظروا. سباق القمة الذي يتكون من سباق الجري، يليه سباق ركوب الدراجات الهوائية في استاد الرمال، وبرعاية مؤسسة خيرية. سوف يبدأ في عطلة نهاية الأسبوع القادم. يا شباب، يجب أن نشارك. هذه هي الفرصة المناسبة لنختبر لياقتنا البدنية ونساهم في التبرع للمؤسسة الخيرية، وأيضاً لكي أفوز أنا بالميدالية. ربما لا، قد أفوز أنا بالميدالية يا تركي. لا أظن ذلك، أتوقع أن لياقتي أفضل منك بكثير. لكن أنا لدي الذكاء. اللياقة تغلب الذكاء. لا، الذكاء يغلب اللياقة. نحتاج إلى الاثنين. نانو، حمل كل المعلومات عن السباق، وما هي أفضل استراتيجية رياضية قد نتبعها؟ جاري التنزيل. نحن أيضاً يجب أن نتدرب. أجل، أنت محق، يجب أن نكون بين العشرة الأوائل. أو العشرين. الخمسة والعشرين أو الثلاثين، جيد أيضاً. ولكن أكيد سوف ننتهي بين أول أربعين أو حتى خمسين. حتى بين الستين سيكون جيداً، المهم ألا نكون في النهاية. هيا بنا. مفتاح النجاح في السباق هو الاستراتيجية. لا تستعجلوا في البداية، حافظوا على لياقتكم ووزعوها على مدى السباق. سأفوز على تركي. أنا لا أشعر بالتعب، أي بالتأكيد سأفوز على منصور. أوه، ها؟ منصور، كيف تسير جلسات تدريبك على الكرسي؟ ممتازة، تعلمت استراتيجيات تساعدني على النجاح. حسناً، هذا جيد لك. بصراحة أنا تدربت على الركض وركوب الدراجة بشكل عملي وليس على الكرسي. أنا تدربت على البحث ومعرفة أفضل استراتيجية أتبعها لأفوز بالسباق. اسمعني، اهدأ، أنت لن تغلبني أبداً. ها؟ وكيف يسير تدريبكم أنتم؟ أنا تدريبي كان ممتازاً، ركزت وتدربت على الدراجة ودرست استراتيجية السباق. هلا تعطيني الماء لو سمحت؟ أوف. ما رأيكم بقصة قصيرة عن التفاحة والبرتقالة والفراولة؟ التفاحة كان همها الوحيد عقلها السليم، والبرتقالة كان همها الوحيد جسمها الصحي، لكن الفراولة عرفت أن العقل السليم في الجسم السليم وفعلت ما عليها لتوازن بين الاثنين. لديكم أيام للتدريب قبل السباق، استخدموها بحكمة. الآن أصبحت مستعداً. أنا مستعد.
أنا مستعدة. أجل، نحن مستعدون. أهلا بكم في سباق القمة للشباب. سيبدأ السباق بعد قليل. نرجو من المتسابقين الاستعداد. نرجو من المتسابقين التوجه إلى خط البداية. نرجو من الجمهور تقديم الدعم والتشجيع إلى المتسابقين. حسناً، نحن مستعدون أخيراً. سنبدأ بجولتين ركضاً تليهما جولتان على الدراجات. حسناً، جميعاً في أماكنكم، استعدوا الآن، هيا انطلقوا. ها قد بدأ المتسابقون بالركض. المتسابق رقم 12 في المقدمة. السباق ممتع. أجل، أحببت حذائي الجديد. أنا أيضاً. مريح جداً، وهو يساعد على الركض بسرعة أكبر، يعني ليس أكبر بكثير، لكن المهم أنه مريح. بقيت لفة واحدة. المتسابق رقم 12 ما زال في المقدمة وهو يسرع، سرعته هائلة. ما زال بقية المتسابقين يتقدمون. المتسابق رقم 12 يركض بسرعة عجيبة، عجيبة جدا، لدرجة أنه يسبق آخر متسابقين من اللفة الأولى. سمعت؟ تركي سريع جدا لدرجة أنه يتقدم على المتسابقين الأخيرين. يا لهم من مساكين. مرحبا سالم. عبيد، ها كانوا يتكلمون عنا. أسرع قليلا، أسرع أسرع، لن ندع أحدا آخر يتقدم علينا. سبقهم، سبقهم، إنه سريع جدا، يبدو لي وكأنه يطير. لا تستطيع أن تستمر في السرعة نفسها طوال السباق يا تركي. المتسابق رقم 12 ينهي الركض وهو الآن يركب دراجته. استراح ثانية، شرب ماء، وتابع السباق مجددا. وها نحن أولى، المتسابقون الآخرون وصلوا إلى دراجاتهم ليبدأوا بالجولتين. ما من خاسرين في هذا السباق سوى من يبقى حتى الأخير في سباق القمة. وانطلقت مرحلة الدراجات الهوائية، وها هم المتسابقون الأخيرون. مستحيل. لم يصلوا بعد إلى الدراجات، بينما المتسابق رقم 12 يبدأ في جولته الأخيرة على الدراجة. وها هو عبيد وسالم وضع الخوذة وركب الدراجات. يا له من سباق. من الجيد الروس بعد كل هذا العقد. هذا زحمة كبيرة هنا. بدأ باقي المتسابقين بتقليل الفرق بينهم وبين المتسابق رقم 12. هل بدأ المتسابق رقم 12 يشعر بالتعب؟ يبدو أنه بدأ يتعب. أجل، هل استهلك طاقته كلها بسرعة في بداية السباق؟ المتسابق رقم 8 يتقدم على الرقم 12. لديه استراتيجية لاستخدام لياقته في السباق. كل ما عليه فعله الآن هو استخدام قوته المتبقية للوصول إلى خط النهاية. لقد بدأ التعب، لقد بدأ التعب عند المتسابق رقم 12. المتسابق رقم 10 بدأ يتعب أيضا. كان لديه استراتيجية ممتازة، لكن هو لم يستعد بدنيا. يا له من سباق. ماذا سيحدث في السباق الآن؟ يا للعجب، يا له من سباق. انظروا، انظروا إلى الحلقة الخارجية من الحلبة. يتقدم المتسابق رقم 3 بسرعة كبيرة. يا له من سباق، يا له من يوم. فاز، فاز. عبيد، ما زال لدينا لفة أخرى. تهانية يا ابنة عمي، تهانية، أنت تستحقين الفوز. بصراحة استراتيجيتك كانت ممتازة، استطعت الموازاة بين اللياقة والذكاء. شكرا. أنت كنت سريعة جدا في الأخير، وتعرفون أنا حزين لأنني لم أخذ الأمر بالجدية، كان يجب أن أستمع إلى النصائح. أجل أجل، أحسنتي.
اليوم سنقوم باختبار مذهل. سأعلمكم كيف تقومون بتفاعل كيميائي سريع. انتبهوا. ها؟ هذه المادة قوية للغاية. قطرتان منها تكفي أيها التلاميذ. الآن حان دوركم لتجربوا الاختبار. هيا عودوا إلى أماكنكم. ضعوا النظارات الواقية. بعد ذلك ضعوا القليل من هذه المادة في الأنبوب، ثم ضعوا الأنبوب في مصدر النار. والآن خذوا قطرتين من المادة ألف وضعوها في الأنبوب نفسه. عبيد! آسف أستاذ علي، كان حادثاً. عبيد، يجب أن تكون حذراً وتطبق التعليمات بدقة. كان حادثاً. لو سمحتم، أعيد كل شيء إلى مكانه واستمتع بالعطلة. مرحباً يا شباب. كيف حالك جدي؟ أخبروني، كيف كان يومكم؟ جيد جداً. اليوم قمنا باختبار التفاعل الكيميائي واستطعنا أن نضخم حجم مادة بإضافة مادة ثانية. ولكن عبيد تحمس ولم يلتزم بالتعليمات لأنه أضاف من تلك المادة الكثير. يا عبيد، لو أحضرت هذه المادة معك لاستخدمتها لتكبير حجم البسكويت. لأنه لذيذ جداً وأنا جائع للغاية. لحظة، لو سمحت أعطني المزيد. مرحباً يا شباب، أتضعون أغراضكم في الداخل؟ نعم، ولم لا؟ تعالوا. تفضلوا. شكراً. ماذا تعودون اليوم؟ هريس. إن رائحته شهية وطعمه رائع. من منكم يريد؟ ما هذا؟ من أين أتت هذه؟ تفضل يا عبيد. شكراً. لذيذ جداً. أتمنى لو كان هناك أكثر. يا عبيد، لو أحضرت هذه المادة معك لاستخدمتها لتكبير حجم البسكويت. واحدة، اثنتا. سيصبح الهريس كافياً للجميع الآن. عبيد، ماذا فعلت؟ عبيد، كم قطرة وضعت على الهريس؟ قطرتين؟ أربعة؟ كم؟ عبيد، بسرعة أطفئ النار، أطفئ النار بسرعة. دعونا نخرج من هنا. كل شيء بخير؟ ما هذا الصوت؟ ولكن ما الذي يجري؟ الحفلة مسلية جداً، لكن أخشى أن لا يكفي الهريس. ما هذا؟ هذا أسوأ ما يمكن أن يحدث. لا، هناك أسوأ بعد. نحن حالياً موجودون خارج منزل أحد العائلات، حيث تحول الهريس في حفلة العائلة إلى وحش غاضب. هذه أكبر كمية من الهريس أراها في حياتي. لا نعرف سبب هذه الحادثة أو كيف ستنتهي، لكن حتى الآن لا أحد يعرف كيف يوقفها. فعلاً، رائحته جميلة. منصور،
عبيد، سالم، لاحظت أن هناك كمية تنقص من المادة ألف. هل تريدون قول شيء عما رأيته في الأخبار؟ أستاذ، كان حادثاً، لا أعرف كيف وجدتها في حقيبتي. هذا مؤكد. وكيف وصلت إلى الهريس؟ لقد وضعت الكمية كلها في الهريس. عبيد، كيف تتصرف بطريقة غير مسؤولة هكذا؟ لقد أردت أن أزيد كمية الهريس كي يستطيع الجميع تناوله. لم أفعل شيئاً آخر. أغلقت مصدر الحرارة؟ لا، حاولنا ولم نتمكن من الاقتراب من الفرن. ولكن مع وجود الحرارة سيستمر بالتضخم يا أولاد. حسناً، هل يمكننا أن نعكس التفاعل الكيميائي بإضافة مادة أخرى وبمساعدة عامل التبريد؟ نظرياً ممكن. نانو، هل ترسل إلي المعادلة الكيميائية لمعاكسة ردود الفعل؟ حاضر منصور. شكراً نانو. ها؟ أستاذ انظر. نستطيع فعلها، ولكن يجب أن نذهب إلى مختبر المدرسة. هيا. هيا. انتبهوا، افسحوا الطريق، حالة طارئة. جيد، هيا لنبدأ. المادة باء. عامل التقليص وعامل التبريد. هيه، وأخيراً فعلنا ذلك، لقد نجحنا، صنعنا مركب التقليص مع عامل التبريد. أحسنت، هيا لنعد. الهريس ما زال ينتشر، جدران الحديقة تحاول منعه من دون فائدة. لو سمحتم أفسح الطريق. تمكنتم من صنع مادة لتقليص حجم الهريس؟ يجب أن نوصل المادة مباشرة إلى المطبخ كي تنجح المعادلة. كيف نفعل هذا؟ سأكل الهريس كله كي أفتح الطريق. عبيد، هذا سخيف جداً. وجدتها، نستطيع استخدام نانو كي يطير ويسكب المادة من فوق. نانو، تعال إلى منزل الشمة، إنها حالة طارئة. نانو، خذ هذه واسكبها فوق الهريس. حسناً منصور. لا، نانو. ماذا سنفعل الآن؟ هذه العينة الوحيدة المتبقية، ولكن كيف سندخلها إلى المطبخ كي نسكبها على المصدر؟ تريدين قصة حصرية؟ نعم بالتأكيد. جيد، أريد أن تنزلوني بهذه. هذه إذاعة الأخبار من القناة التاسعة، ننقل إليكم الخبر المباشر عن حادثة الهريس. أنا هنا مع منصور الذي اخترع مادة متخصصة لإذابة وتقليص الهريس، وهو الآن يستعد لإنقاذ المدينة. سترة إنقاذ موجودة. خوذة موجودة. أنبوب ونظارات الغطس. نعم أكيد. مادة التقليص موجودة، أنا مستعد للدخول. هذه اللحظة المنتظرة، الآن سوف ينزل. الأعصاب مشدودة ومنصور يستعد للدخول. هذا الشاب الشجاع يسارع ليصل إلى وسط المنزل ليسكب المادة الكيميائية على مصدر الهريس. هذه أوقات صعبة، هل سينجح؟ وأخيراً تم التغلب على الهريس وإنقاذ المدينة، والآن حان وقت النشرة الجوية. عودة إلى الاستوديو. ممتاز يا منصور. عبيد، يمكنك أن تشرف على الطعام في جميع مناسباتي. نانو، أنا سعيد لأنك بخير. لا هريس في أسلاكي. شكراً. إذن يا عبيد، أتمنى أن تكون قد تعلمت درساً. نعم أستاذ، يجب علي ألا ألعب بالمواد الكيميائية. لا أصدق. بسرعة منصور، اشرب هذه.
أفعلها. ستفعلها. لا، لن أفعلها. ستفعلها. في كل مرة تشتري عصير يجب أن يقع وتحدث مصيبة. لا حقا؟ أجل حقا. أخبرني متى حدث هذا الأمر. دعني أفكر. أخيرا. تتذكر هذا الموقف؟ اضغط عليه وسنفوز بالكأس الوطني للرياضيات. أنا متأكد أنك تتذكر هذا الموقف. وأيضا هذا الموقف. وإن كنت تريد سأتابع. حسناً، لكن اسمعوا يا شباب، نحن في مدينة المستقبل التي تعتمد على الطاقة الشمسية والمائية. كل شيء فيها متصل ببعضه البعض ويعمل على الكمبيوتر أيضاً، حتى السيارات تعمل من دون سائق. مستحيل أن يحدث أي خطأ هنا. شباب، انظروا إلى هذا. مرحبا يا شباب، تفضلوا فلنذهب في جولة. انتبه على العصير. اسمي عابر، الأول من نوعه لجيل جديد من السيارات الذكية، واليوم سأخذكم في جولة قصيرة في مدينة المستقبل. عجيب. عابر، هل من أحد يتحكم بك في مركز القيادة؟ كل السيارات الذكية في مدينة المستقبل متصلة بخادم مركزي، لكن كل سيارة تقود نفسها بنفسها. بصراحة، أنت شيء مذهل. أنا أعمل على الطاقة الشمسية، أستطيع أن أقود وأتكلم، وكذلك أنا مزود بلوحة قيادة حساسة للحرارة واللمس والدخان، ويمكنني الشم والتذوق. والآن كل ما تحتاج إليه هو صفحة للتواصل الاجتماعي. موجودة بالفعل. ابتسموا. انسكب العصير. أعرف أنك ستسكب العصير وستسبب لنا مصيبة. نحن طام. عابر؟ هناك شيء خاطئ. عابر توقف. لماذا لا يتجاوب؟ يجب أن نفعل شيئا. سأخذها سيارة تلو الأخرى وسأستولي على التكنولوجيا، وبعد ذلك سأزرع فيروس التدمير الذاتي للنظام، وهذا شيء سيعيدهم سنينا إلى الوراء، وأنا من سيستفيد من جهدهم. منصور، ماذا يجري؟ أحاول أن أعرف. أسرع يا منصور، وإلا سنرتطم بالحائط. ماذا؟ بسرعة منصور! ماذا؟ إلغى! إلغى! ها؟ كاد يقضى علينا. مرحبا، شكرا منصور، سأتولى القيادة الآن. أوه لا. يا سلام، كم هذا ممتع، لم أقض بنفسي منذ فترة طويلة.
ما هذه الرائحة؟ عبيد، هل تحمل شيئا؟ ما هذا؟ رائحته مثل الفراولة. أجل، عصيري المفضل. حقا، أنا أيضا أحب الفراولة. أجل، فيه كل شيء، فيه مثلجات وعصير ولبن ومربى وثلج مهروس. لذيذ. لا يمكنك الإفلات مني. أنا سأريك. هل أستطيع؟ ماذا؟ أن أتذوق. رشفة واحدة. أرجوك. منصور، أشغله قليلاً، أظن أنني وجدت الفرامل. ها، انسى الفرامل الآن، يجب أن نخرج من هنا. هذه ليست صدفة، بالتأكيد هناك أحد خلف هذا الشيء. نانو، هل كل السيارات موصولة على الشبكة نفسها؟ أجل. وتم اختراقها كلها، صحيح؟ صحيح. اتبع الإشارة كي نعرف أين نجد المصدر. وجدته. ممتاز، الآن نعرف أين يجب أن نذهب، لكن يجب أن نعرف كيف. أنت محق. ماذا؟ لقد أوقعت العصير. هذا ما تقلق بشأنه الآن؟ لذيذ، أحببت عصير الفراولة، إنها نكهتي المفضلة. لذيذ يا رفاق، يجب أن تجربوا هذا العصير. إني على استعداد لبذل الغالي والنفيس للحصول على رشفة أخرى من هذا العصير. أنا أعرف أين يبيعونه، لكن هناك ما علينا فعله قبل ذلك. فشلت الخطة، يجب أن نخرج من هنا. لا! ساعدوني، أخرجوني من هنا. هذه التكنولوجيا للجميع، لا يمكنك سرقتها. الآن فلنحضر عصير الفراولة لعابر وللآخرين أيضاً.
مرحبا شباب، مستعدون لرحلة الصيد؟ أنا مستعد. أنا سأصطاد أكبر سمكة في البحر. أين عبيد؟ الأفضل ألا يؤخرنا. ها هو، لقد وصل. مرحبا شباب. ماذا؟ ما هذه على رأسك؟ تقية الحظ. ولماذا هي تقية الحظ؟ هي كذلك، سوف تساعدني لأصطاد الكثير من السمك اليوم. إنها مجرد تقية يا عبيد. لا، هذه التقية محظوظة، سأثبت لكم ذلك. ها؟ نعم صحيح، محظوظة جدا. ها؟ أظن أنكم اقتنعتم الآن أن تقيتي محظوظة. أظن أن الجهاز فيه خلل. صدق ما تريد تصديقه، أنا متأكد أن تقيتي محظوظة. هل أستطيع تجربتها قليلا؟ حسنا أجل، لكن بسرعة. هاي. أحتاج إلى القليل من الحظ أيضا. أنا لم أرى أحداً في حياتي قد ربح من هذه الآلة. إن هذه الطاقية فعلاً محظوظة. الآن دوري. والآن كيف سأصبح محظوظاً؟ سالم، لا يوجد شيء اسمه. ربحت دراجة رباعية. ماذا؟ اشتركت في مسابقة من بضعة أسابيع، والفضل يعود إلى هذه، وأخبروني أنني فزت. دعني أجرب مرة ثانية. لحظة، أنا لم أنتهي منها بعد. كم دراجة تريد أن تربح؟ اتركها لي، اتركها. لا، أنت اتركها، إنه دوري، لم أنتهي منها بعد. سوف تمزقون الطاقية. توقفوا، ما من شيء اسمه طاقية الحظ. لكن أنت رأيت ما حدث معنا جميعا. الحظ والتوفيق يأتون من الله ومن العمل الجاد والاجتهاد، ليس من شيء تضعونه فوق رؤوسكم. أعيدوا الطاقية إلى عبيد ودعونا نذهب لنصطاد الكثير من السمك. صحيح، وأنا أريد أن أستغل طاقية الحظ في كل فرصة. ما هذا؟ طاقية الحظ. توقف. هي. ملان. هي. توقف. وحدي بطاقية. هيا هيا عد إلى هنا. ليس لدينا سوى حل واحد. ما هو؟ نتسلق. كنت أعرف. المكان أعلى مما تخيلته. عندما أعد حتى ثلاثة، نترك الشجرة ونقفز على المظلة التي هناك. واحد، اثنان، ثلاثة. لماذا تمسكون بالشجرة؟ المكان بعيد. لا، ليس بعيدا. واحد، اثنان، اقفز. مرحبا جدي. مرحبا منصور، أين الآخرون؟ يلحقون بالنورس الذي اصطاد تقية الحظ الخاصة بعبيد. جيد، سيكون نصيبنا من السمك أكثر. هيا فلنذهب. الأمام؟ لا لا، يسار يسار، إلى اليمين يمين يمين. عبيد، ابقى ثابتا. أنا أحاول. حاول حاول، سرعتنا تزيد. الحمد لله، نحن بخير. من قال لك؟ انزلوني. النورس هناك. الحقوا بالطائر، الحقوا به. والآن كيف سنحضر الطاقية؟
بواسطة هذا. ها؟ لقد وجدت النوراس، ولكن كيف سنمسك به من دون أن يرانا؟ داخل هذه. والآن ماذا سنفعل؟ نقفز ونسحب الطاقية، وذلك عندما أعد حتى ثلاثة. واحد، اثنان، لن نمسك به أبدا. مرحبا يا شباب. مرحبا شباب. مرحبا. كيف كان يومكم؟ بالتأكيد ليس مثل يومك الجميل. لم تتمكنوا من الإمساك بالنورس؟ لا. هيا تعالوا معنا وسنشتري المشروبات. ما بها الآلة؟ لقد كانت معطلة ووزعت مشروبات مجانية للجميع. رأيتم؟ الجهاز كان معطلاً، ليست طاقية حظ. وأيضاً جهاز الألعاب أيضاً كان معطلاً؟ لا، ليس معطلاً، أنا أضعه على المستوى السهل من وقت إلى آخر. ربما الطاقية ليست محظوظة بالفعل. وماذا عن الرسالة التي استلمتها؟ تقول إنني فزت في المسابقة. صحيح، لقد وصلت هذه الرسالة عندما وضعت الطاقية. ربما صدفة. أي أنا... أوه، هذه الرسالة تطلب مني أن أتجاهل الرسالة السابقة. كان هناك خلل وأنا لم أفز. المسابقة كانت خدعة وليس هناك جوائز حقيقية أبداً. هذا كان آخر دليل، وهذه الطاقية ليست طاقية حظ. أعد إلي طاقيتي. ولماذا تريد أن تسترجعها؟ لأنها هدية من جدي، ولا أعرف كيف سأسترجعها الآن. عبيد، لديك الدرهم الذي استخدمته في جهاز المشروبات؟ هذه لك. شكراً. استرجعت طاقيتك، لكن نحن في المقابل لم نصطد أي سمكة. نحن اصطدنا الكثير ونحتاج إلى من يساعدنا في تناولها. فكرة جيدة. هل نستطيع مساعدتكم؟ بالتأكيد، ممن سأطلب المساعدة غيركم. هيا فلنذهب ونأكل السمكة كلها. صدقوني سنفيدكم جداً. صحيح، لن تصدقوا كم سنكون مفيدين. ناصر،
ماذا تريد؟ أنا منشغل بالتحضير للاجتماع في مزرعة البن. يقولون في الإنترنت إن تنانين الكومودو موجودة على هذه الجزيرة، أهذا صحيح؟ ها؟ لا لا، تنانين الكومودو موجودة على جزيرة الكومودو. لكن ستقول لي الآن إن تنانين الكومودو موجودة على كل جزر إندونيسيا. هيا اذهب، أنا منشغل كما ترى الآن، لا تزعجني. لا، إنها موجودة على جزيرة فلوريس. ليس لدي وقت لهذا الآن، تقرير مزرعة البن سيكون في السجل الدائم، دعني أركز. واحد من مصابيح الإشارة تعطل ونحن نهبط بالطائرة، يجب أن أبقى هنا لأشرف على الصيانة. لكن يا أبي، أنت وعدتنا أنك ستكون معنا. أعرف يا منصور، وأنا آسف فعلاً. كما تعرف، السلامة دائماً تأتي أولاً. بأي حال، ناصر سيكون معكم. لكن أنا لدي عمل مهم. الشباب لا يسببون أي مشاكل، صحيح يا شباب؟ لا لا، أكيد لا. مستحيل. مشاكل؟ نحن هل يعقل؟ تستطيع الاعتماد علينا يا أبي. حسناً، جيد جيد. هيا هيا. مرحبا، هيا يا شباب تفضلوا. هيا 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 هيا. اسكتوا. المكان جميل جدا هنا وهادئ، سوف نقوم بجولة. أجل، أعجبني المكان. يكفي، توقفوا. اسمحوا لي، هل ترغبون في مشاهدة الجانب الآخر من الجزيرة يا شباب؟ أجل. تركي، بما أنك الأكثر هدوءاً بينهم، هيا ابقى وكن مساعد الخاص. لكن أعرف 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 أن هذا شرف كبير، لا داعي لشكري. أكيد شرف كبير. سأعود لاحقاً، أقضوا وقتاً ممتعاً. حسناً، إلى اللقاء. إلى اللقاء. هيا يا شباب، سيكون الأمر ممتعاً. ها؟ 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 يا شباب، هل سمعتم صوتاً؟ ماذا؟ ها؟ ها؟ هذه الخشخشة. لا، أنا لم أسمع سوى صوت ركبتيك يا سالم. وصوت أسنانك أيضاً. ها؟ أنا هو تنين الكومودو. أركضوا. قلت لكم هناك شيء ما. بسرعة، فوق هذه الشجرة. تعتبر القهوة من أعظم عطايا العربي للإنسانية. أكيد. ناصر. نعم. ماذا سنفعل الآن؟ ننتظر. يبدو أن هذا التنين لن يتحرك من مكانه. نانو سيخلصنا منه. نانو، هل يمكنك تشتيت انتباه تنين الكومودو؟
نعم يا منصور، عملية تشتيت انتباه تنين الكومودو تبدأ الآن. الآن عندما تنمو الحبوب على الشجيرات لا تبدو لك كأنها مهمة جداً، لكن بمجرد أن تتحول من حبوب إلى قهوة تصبح من أثمن السلع على وجه الأرض. أنت بخير؟ أنا بخير. أنا آسف، لم أكن أنظر أمامي، كنت أهرب من تنين الكومودو. يبدو أنه نفس تنين الكومودو الذي تعاني منه أسرتي. كانت لدينا 4 جواميس ترعى بسعادة في حقل الأرز، ولكن بعد فترة بقيت لدينا 3، وبعد أسبوع بقيت 2، والآن لم يبقى لنا سوى جاموسة واحدة. لا تستطيع أن تعطينا الحليب من شدة خوفها من التنين. عندي فكرة، نستطيع أن نعلم من خلالها التنين درساً لم ينساه. تعالوا. يمكننا أن نقوم بهذا الأمر، ويمكننا لاحقاً أن نفعل ذلك. هل فهمتم؟ مئة متر، 75 متراً، 50 متراً. أنا أراه. 15 متراً، 10 أمتار. انطلق. هيا. الجميع أن يعرف أن تنين الكومودو آت. إنه تنين الكومودو الشرير، أخرج من هنا. اختلاف النكهات يعتمد على نوعية الحبوب والتربة وطريقة التحميص. أكيد، لكن ناصر، هذا شيء مذهل، كمية النكهات لا نهائية تقريباً. نحن لم نتكلم بعد عن المواد الإضافية مثل الكراميل والفانيليا. لن تصدقوا أبداً المسافة التي كانت بين ناصر والكومودو. تعرفون، كان سيأكله. حقاً؟ حقاً، المسافة كانت قريبة هكذا. نحن أيضاً كنا قريبين منه كثيراً، لكننا لم نهرب. في الواقع، نحن قد أنقذنا مزرعة عائلة من تنين الكومودو. هزمنا التنين بالجرس. ماذا هناك؟ قلت لكم، التنين كان قريباً وكان سيتناوله. ولماذا لم تخبرني؟ كنت أحاول ذلك. ظننا أنك تنين الكومودو. تنين الكومودو؟ أين؟
تجعل رجلك اليوم جدي؟ تؤلمني قليلاً، يبدو أنني سأعتزل تسلق الجبال. منصور، أريد أن أطلب منك خدمة. اسمعني، أريد منك أن توصل هذه الرسالة إلى مكتب البريد. كنت سأوصلها بنفسي، لكن المسافة سيراً بعيدة جداً. ما من مشكلة يا جدي، الآن الساعة 12، لدي الكثير من الوقت. فليحفظك الله يا صغيري، إلى اللقاء. إلى اللقاء. منصور، مرحبا منصور. مرحبا منصور. مرحبا شباب، ماذا تفعل؟ ما هي الأخبار؟ لا شيء، معي رسالة من جدي يجب أن أوصلها إلى مكتب البريد. يبدو أن الموضوع طارئ. طارئ؟ ممتاز، أين نحن في مهمة الآن؟ مهمة توصيل رسالة؟ انتبه، قد تكون خطيرة. صحيح، ليس كل ما نفعله يجب أن يكون مغامرة مثيرة يا سالم. وصلنا. المهمة على وشك الإنجاز. لماذا الباب مقفل؟ أوه لا، ماذا سنفعل الآن؟ انظر، مكتوب هنا أن أقرب مكتب بريد يقع في وسط المدينة. مكتب البريد المركزي يغلق الساعة 2 ظهراً. في وسط المدينة؟ يجب أن نتحرك، الساعة الآن 12 والنصف. اهدأوا، نحن أمام حديقة المدينة. إذن؟ مكتب البريد في الطرف الثاني من الحديقة. كل ما علينا فعله هو أن ننزل ونمشي داخل الحديقة حتى الطرف الثاني. هذا سهل. هيا نذهب. أتساءل ما المكتوب في الرسالة. أتعرف؟ أنا متأكد من أن جدك عميل سري. ربما هذه خطة سرية. هو ليس عميلاً يا عبيد، عمره الآن 73. حسناً، إذن هو عميل قديم، احتمال أن يكون زعيم الجواسيس. هناك وقت، لدينا ساعة قبل أن يقفل مكتب البريد. يبدو أنها ستتحول إلى مهمة حقيقية بالفعل. أجل، من كان يتوقع أن توصيل رسالة سيكون بهذه الخطورة؟ مهلا، انتظروني. يبدو أن هناك سباقاً. كيف نستطيع عبور الشارع؟ عبيد، أمسك الرسالة. لابد من وجود طريق آخر. سوف أرى برنامج تحديد المواقع. الرسالة! حركة جيدة يا عبيد. هيا بنا. هيا هيا. مرحبا، لو سمحت لحظة. منصور. ماذا؟ 114. أنت أخذت رقم العداء وليس الرسالة. شكرا، آسف، بالتوفيق في السباق. ما يزال لدينا 40 دقيقة، تعالوا. يا
أخيراً، لا شيء سيوقفنا الآن. من كان يظن أن رسالة صغيرة قد تسبب كل تلك المشاكل؟ لا! ما الذي يجري؟ بسرعة قبل أن يقفلوا البوابة. هيا بسرعة. هيا 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 ادخل يا منصور. لا. لابد من وجود طريقة أخرى. نحن لا نستطيع الدخول من البوابة، لكن نانو يستطيع الطيران فوقها. فكرة ممتازة. مرحباً منصور. عندي لك مهمة يا نانو، وضعية البحث والتحديد. جاهز للتنفيذ. لقد ضعناهم. مهلا لحظة، أستطيع أن أتتبع نانو بهاتفي. من هنا. أجل، من المستحيل أن ننجح في هذا. مكتب البريد يقفل بعد 12 دقيقة. ما من شيء مستحيل. هيا. وجدنا النورس ورسالة ما زالت معه. شباب شباب، انظروا أين نحن. مكتب البريد، لكننا تأخرنا كثيرا. لقد فعلنا كل ما بإمكاننا. الرسالة. نجحنا. مرحبا جدي. أهلا يا شباب، تبدون متعبين. تعالوا 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 واشربوا ليمونا بالنعناع. منصور، أوصلت رسالتي؟ أجل جدي، أوصلتها بمساعدة عبيد، سالم وأكيد نانو. جيد، أرجو ألا أكون قد أتعبتكم. لم نتعب أبدا يا جدي. تعرف، لقد انتبهت أنني أعطيتك الظرف فارغا. أنا نسيت أن أضع الرسالة داخل الظرف، سامحني. ماذا؟ لكن أعتقد أن الرسالة كان يجب أن تصل غداً. صحيح، لهذا السبب صورت الرسالة بالمسح الضوئي وأرسلتها بالبريد الإلكتروني. التكنولوجيا شيء عجيب. يا شباب،